فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أو هذه امرأة من السنغال تقول قد توفي زوجها قبل أكثر من سنة. نعم، امرأة من السنغال تقول إنه قد توفي زوجها قبل أكثر من سنة. نعم، بحادث مروري، فجاءت شركة التأمين تريد أن تعطيها مبلغا من المال، لكن المرأة لم تطلب ذلك المال رغم حاجتها وظروفها الصعبة. سؤالها: هل يجوز لها أن تأخذ هذا المال من هذه الشركة؟ يغنيها الله عنه، يغنيها الله عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.